السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكة باللوز والزنجلان. المقادير اللي عندي هي عندي واحد 3 د المعالق كبار ديال السيرو ديال التمر، صوبته على يديا. دابا نوريكم الطريقة من بعد. عندي واحد نص كاس ديال السنيدة، عندي هنا واحد الكاس ديال الزنجلان كنحمصو كنطحنوه غير شويه، ماشي كنضعقو بزاف، المهم شي شويه. عندي هنا كاس لارض ديال الزيت وكاس لارض ديال الحليب، 3 ديال المعالق كبار ديال اللوز حتى هو محمص ومطحون. عندي هنا 4 د البيضات وجوج كيسان ديال الدقيق الابيض وجوج خمارات وراس المعلقه ديال القرفه، كتبقى اختياريه اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، وشنيت ديال الملحه. نبداو على بركه الله، غادي نبداو على بركه الله. نديرو هاد 4 د البيضات، الا كان البيض كبير بزاف يمكن لكم تكتفيو بثلاثه. غادي نزيد هاد نص كاس ديال السكر، وغادي ندير واحد 3 ديال المعالق كبار من هاد السيرو ديال التمر. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير ديك التمر المعسل، كنطيبو في الماء حتى كيتشحر مزيان وكنصفيه. شحال ما بقى في الثلاجه ما كيوقع له والو، تيبقى مزيان. دابا غادي نطرب هاد البيض وهاد السكر مع بالباتور مزيان. شوفو كيفاش كيرجع البيض مع التمر والسكر، كنطربوه مزيان حتى كيرجع بهاد الطريقة هادي. دابا غادي نزيد كاس لارب ديال الحليب، نطرب وندير نزيد الزيت شويه بشويه، ما كنخويهش في مره وانا تنطرب. دابا غادي نزيد هاد راس المعلقه صغيره د القرفه وشنيت ديال الملحه. القرفه اختياريه، اللي ما كيحبهاش يمكن له ما يديرهاش. دابا غادي نزيد واحد 3 ديال المعالق كبار ديال اللوز، كنحمصو كنتحمصو كنطحنو بالقشور ديالو. بعد ما درت اللوز دابا غادي نزيد هاد الزنجلان، كاس ديال الزنجلان اللي ذكرت لكم. وكنخلط هاد المقادير مزيان. ما درتش الفاني لان من السما بالقرفه ومن السما بالتمر استغنيت على الفاني. دابا غادي نزيد جوج كيسان ديال الدقيق وديال العنبه عامرين، من طبيعة الحال شعل الفران كيسخن. ده الكاس الأول، نزيد الكاس الثاني، غادي نزيد هاد زوج صاشيات ديال الخمارات تاهما تنغربلوهم. و تنخلطو مزيان. كيكة كتجي غنية وصحية أكثرية الأطفال.
هانتوما كتشوفوا الخليط ديالها كيفاش تيجي. دابا هادي ندهن المول بالزبده ونرشو بالدقيق ونخوي الكيكه ديالي. دابا كنخويوها في المول. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، ما كتجيش ثقيله. ندخلوها للفران على درجة 180، نديرو لها 35 دقيقة ونتلاقاو إن شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا، كتجي رائعة. سقيتها بشوية ديال السيرو ديال التمر اللي درت في قلبها، ودرت لها كخيم باتيسيغ ديجا صوبته معكم، وفينيتها بشوية زنجلان ولوز إيفيلي. هانتوما كتشوفوا القلب ديالها كي كيجي رائع، وفيها مواد كلها صحيه، السيرو ديال التمر والزنجلان واللوز. ونتمنى انكم تجربوها وبالصحه والراحه.